لقنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة على حدات. وغادي نستقبلوا خبيرة الشعر والتجميل حورية شوية اللي غادي نتعرفوا معها شنو هما المواد الطبيعية والوصفات التجميلية الصحراوية للعناية بجمالنا. واللحظة غادي نمشيو مباشرة نواصلوا الأسبوع المخصص للاقتراحات والشيوات من عند سهام أم عبد المغيث. ألو سهام. الو وي سماء صباح بخير. الحمد لله خير. الله يبارك فيك. صباح النور. صباح النور. نتمنى انني ما نكونش ضيفه ثقيله عليكم. مرحبا بك. مرحبا بك. ونتمنى انني نكون عطيت وصفات اللي يكونوا مفيدين للمستمعات. الحمد لله كل المستمعات الحمد لله كيفيدونا من خلال البرنامج. الله يعطيكم الصحه. بارك الله عليكم. مرحبا سهام. باش نربحوا الوقت اذا سمحتي لانه الوقت قليل. واخا نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا النوكا ديك الحلوه ديال كاوكاو اللي كتبها ديال الدهن. وغادي تكون عندنا كيكه في المقله ديال اللي على البوطه. وعندنا صابلي لواحد السيده بغات اول مره توجد الحلوه. واخا نبداو باول نوكا على بركه الله. عندنا كاس ديال السنيده، جوج معالق ديال الماء، هادو كنخليهم فوق البوطه على عافيه مهيله حتى كيولي لنا كراميل. كيتغير لنا اللون ديالو. كناخدو 200 غرام ديال اللوز كيتحمر بالقشره ديالو اولا كيتسلق ويتفسخ ويتقلى ونحطوه جانبا. كناخدو كاوكاو واحد كونتيتي من كاوكاو كنحمروه في المقله وكنحيدو ليه القشره ديالو. نورمالمون اللي في المقله كتكون غير بكاوكاو ولكن حنا دخلنا عليها اللوز باش كيجي لوغو ديالو احسن. كنحمروه في المقله كنحيدو ليه القشره ديالو وكنخليوه على جانب. كيتخلط هذاك اللوز وهاد كاوكاو ومعاه هذاك الكراميل اللي درنا وكنردو فوق البوطه المده ديال دقيقه وحنا كنخلطو ما نفوتوش دقيقه كنطفيو. ملي كنحيدو هذاك اللوز وكاوكاو وداك الكراميل من فوق العافيه كنزيد عليها 50 غرام ديال الزبده ديال العطار. كناخدو بابي سلفيغيزي اولا ورق المطبخ كنديروه على الجهه اللي ملسه كتكون هي الفوقانيه. كناخد واحد الاطار ديال الحديد السيركل اولا كاري اولا نقدر نديرهم في هذا في دي تروك اللي هما صغارين على حسب الشكل اللي بغيت. كنخوي فيها هاد النوكه بسرعه وكنبسط الوجه ديالها بواحد سباتيو كنخليها حتى كتبرد وكتقطع وها هي الحلوه ديال كاوكاو ديال درهم. اييه الله يعطيك الصحه. مزيان عطيتينا هاد الاقتراح ديال النوكه. غادي ناخذوا صابلي. اييه تفضلي. هذا هو اللي صيفط لك الصوره ديال في البلاطو اللي شافوه ديال يمكن لينا هذه هي لاباز يمكن لينا نشكلوا بها شحال من شكل كيف ما بغينا. عندنا ربع ديال الزبده ومن طون بالنسبه للناس اللي كيخدموا هكا الحلوه يعني كيخلي لك واحد الربح شويه. واخا عندنا ربع ديال الزبده، جوج كيسان ديال السكر كلاصي، جوج ديال البيضات، جوج كيسان ديال الزيت، خماره واحده، فانيا وحده، وعندنا طحين ديال الحلوه. ضروري ما يكون فيه طحين ديال الحلوه باش ما كيجيناش اللون ديالو كحل ومن طون باش كيجينا خفيف. الطريقه كناخذ الزبده كندلكها ديك ربع ديال الزبده كندلكها مع جوج ديال كيسان ديال السكر كلاصي وكنزيد عليهم هذوك جوج بيضات وانا كنخلط تنديرك مزيان حتى كيورغ بينا الخليط. كنزيد عليهم الزيت نزيد الخماره غادي نخلطها مع الطحين مع شويه ديال الطحين وهذيك لافاني ديال دائما العجينه ديال الصابلي ما تكونش لينا قاصحه تكون دائما شويه رطبه. كناخذ جوج ديال لي بلاستيك كنطلق بلا ما يحتاج انني نرش الطحين. كنطلق كندير بلاستيك لتحت العجينه بلاستيك الفوق كنطلق بالمدلك. كنقطع على شكل دائري وكنقطع على بحال شكل ديال غادي نصيفط لك الاشكال باش تقربوا من المستمعات. بالنسبه للشكل دائري غادي ندخلو نطيبو في الفران. ملي غادي يخرج الفوقاني ديالو غادي نغطسو في الشوكولاته بيض وغادي ناخد واحد المول ديال الشوكولا ديال لي بابيون غادي نعمر فيه الشوكولاته بحل. غادي ناخد الكراميل هذيك الدائره غادي ندهنها بالكراميل نحط عليها هذاك الشكيل الفوق اللي غطسته في الشوكولا بلون وغادي نحط من فوقه هذيك البابيون ونلصقها مع هذيك الدائره وهذاك الشيء اللي بقى لي خاوي. كناخد اللوز بونكاسي كنديرو فيه في الجناب اولا يمكن لي نقص من لا كونتيتي ديال الطحين من الكميه ديال الطحين ونزيد عليها الكولورون ديال الشوكولات باش تعطينا اللون ونزيد عليها النكهه ديال الشوكولات اولا ديال القهوه ونزيد عليها كميه ديال الكاكاو اللي هو مر. ملاحظه بالنسبه للكاكاو ديال كيجمع لينا بالنسبه للشوكولات دائما دير بحسابي انه كتقصح معاه العجينه ملي كنكون خلط عندك هو والكوك. كنقطعو
باي مرشم اللي غادي نصيفط لك ديال كيتقطع كيدخل يطيب. ملي كنخرجو كنخليه حتى يبرد كنلصقو بشكلاط ابيض وكنزوق بجنجلان في الجناب. الشكل اللي غادي يكون عندنا سامبل غادي نقطعو بالمرشم ديال المخده ديال بحال الشكل ديال الكاغي. ملي يخرج لصقوا بالكونفيتور والجليكوز والكولورون ولاغوم النكهه اللي بغيت اما احمر اما اخضر. وكناخذ شوكولات وكنزوق غير من الجناب بخطيطات اولا ديال كنغطس النص ديالو في الشوكولات والنص ديالها غير الفوقانيه كنديرها في اللوز بونكاسي اولا زنجلان ولا كاوكاو. وعندنا شكل ديال العين. هاد لا كونتيتي اللي عطيتك راه كتخرج لك تقريبا شي ثلاثة ديال الطاطوات. عندنا الشكل ديال العين كيتقطع بالمرشم ديال العين كيدخل هذا الفران. ملي كيخرج عندي جوج الاشكال ديال التزيين، اما وحده كتكون عين مقاده وعين مثقوبه وكنحطها نلصقها بالكونفيتور والجليكوز والكولورون فيغ ولاغوم فيغ وكنزوقها بالشوكولاط بحال الشكل ديال العوينه. اولا كيف ما شفتي ديال كتكون كنقطع وحده سامبل وكنقطع عوينه صغيره ديال صغار ديال المرشم. وملي كيخرج كنغطسو في الشوكولاط ديال دايره معاه الكولورون ديال الشوكولاط باش كيعطينا هذاك الكولورون هكا كي مغلوق. يعني ولو ديري لي كولورون الاخرين ديال العجينه ما تعطيوكش اللون بحال الكولورون ديال الشوكولاط. كناخذ اما شيبي كندير غير كونتيتي شويه في الشوكولا بلون وكنغطس هذيك العوينه الفوقانيه وملي نحس بها غادي تنشف نحطها فوق العوينه الكستانيه وناخذ الشوكولاط كندير بحال الشكل ديال الشفار والوسط ديالها كندير واحد النقيطه باش كتعطيك على الشكل ديال العين. يعني كيف قلتي لنا عجينه وحده ديال الصابلي والاشكال كتبقى على حسب المراشم وعلى حسب التزيين. على حسب التزيين وعلى حسب المراشم وعلى كل واحد، ولكن هادو شكل اللي هما جدادين او ميم طون ملي كتحطيهم يعني ما كاينينش ما دايرينش بزاف. هذا هو الاختلاف، هو انه في كل مدينه يعني كيكون يعني مراشم اللي كتخدموا بهم فكيكون ذاك الاختلاف. يعني حتى دابا الحمد لله في يعني في المحلات اللي كيبيعوا هاد المواد ديال الحلويات يعني مجرد ما كتسول البائع يعني شنو الجديد في هاد المراشم يعني كيعطيك تقريبا تبارك الله يعني الاقتراحات اللي هما جداد. لمسيهم الله يعطيك الصحه لانه ما بقاش لنا الوقت. الكيكه ديال المقله نخليوها حتى لغدا ان شاء الله. شكرا لك بزاف، ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك، صباحك مبروك اختي، تحيه كبيره عليك. مرحبا، شكرا لك بزاف سهام ام عبد المغيث على هذه الاقتراحات اللي قدمت لنا.